فلا تظنوا يا أخواني الإسلام صلاة. الصلاة يا أخواني جزء. الصلاة مشان إيش؟ ما مشان الله أكبر سمع الله مما حمده. الصلاة يا أخواني مدرسة تنمية للعقل، تنمية للروح. الصلاة تنمي فيك عقلك وروحك، أما تنمية العقل فبتلاوة آيات القرآن، وأما تنمية الروح فبالتوجه إلى الله خالق الروح. لما بتلتجئ إله تتوجه إله يمدك من هذه الروح ما تستطيع بها أن تغذي قلوب الخلق. هذا من هي الصلاة. أما طزينا وركعنا وفزينا هي ما صلاة يا ابني. أنت عم تقلد الصلاة تقليد، أما ما صليت الصلاة الحقيقية. الصلاة الحقيقية يلي بتجعل لقلبك صلة بالله دائمة في كل وقت، يا الله يا الله لبيك يا عبدي. هذا المصلي.